خوفنا على صحتنا شيء طبيعي، كل واحد مننا بيتمنى ان صحته تفضل في احسن حال، بس للاسف في ناس كتير عندها مشاكل في ثقافة التعامل مع صحتها، خصوصا في امراض العيون. يعني في ناس بتكبر ولك يا عم بقى انا بحبش البس نظارة، شكلها مش حلو، بنكسل نعمل فحص. يعني ليه نكسل نعمل فحص دوري لعيوننا؟ ده شيء مهم جدا خصوصا مع تقدم السن. وعشان كده معايا دلوقتي الدكتور محمد لاشين، استشاري طب وجراحات العيون بجامعة الأزهر واستشاري الشبكية والجسم الزجاجي، اللي هيكلمنا عن أهمية الفحص الدوري للعيون. منورنا يا دكتور. اهلا بيك يا مدام هاله. منورنا كالعاده. ده انتوا اللي منورين دايما والله. ربنا يخليك يا دكتور. دايما ومتالق ما شاء الله. ربنا يسعدك يا رب. ربنا يخليك. ايه بقى اهميه الفحص الدوري للعيون يا دكتور؟ ده احنا يعني الموضوع ده موضوع يعني عايزين الناس تاخده باهتمام شديد جدا جدا. الفحص الدوري عموما في الطب في كل التخصصات مهم، في العيون مهم جدا. ايوه. لان هو غالبا معظم مشاكل العيون ما بتبانش غير في الفحص الدوري. اللي هو ما بتبانش في اولها يعني غير في الفحص الدوري. ايوه. يعني دايما لما الانسان بيشتكي في العيون بيبقى في مرحله متقدمه شويه. تمام. يعني المرحله الاولى والثانيه من المشاكل دايما بتبان في الفحص الدوري. ايوه. وبيجي بقى في المرحله الثالثه والرابعه. ايوه. فاحنا لازم نعمل فحص دوري، والفحص أيوه. الدوري ده لازم يكون شامل كل حاجه في العين، يعني يقيس نظر ويقيس ضغط عين ويشوف قاع عين ويعمل كل حاجه في العين. تمام. مش فحص دوري يعني يعمل مقاس نظاره ويمشي او يشوف ضغط العين ويمشي، لازم يعمل كل حاجه، لان احنا بندور على كل حاجه. ده حتى مع الاطفال يا دكتور؟ يعني مع الاطفال اللي هم 9 10 سنين وهم عايزين يعملوا نظاره مثلا لازم يعملوا الفحص ده برضه؟ ده حضرتك ده الاطفال من اول ما يتولدوا المفروض يعملوا فحص عيون، اول ما يتولدوا المفروض اي طفل بيدخل الحضانه لازم يتفحص وهو في الحضانه قاع عين. ده ضروري جدا، يعني اي واحد يخش الحضانه وياخد اكسجين لازم يتفحص قاع عين. واذا ما اتفحصش في الحضانه يتفحص اول ما يخرج من الحضانه على طول. تمام. وبعديها بشهر وبعديها بشهر تاني وبعديها بشهر تالت، اول 3 شهور يتفحص كل شهر. لا احنا عندنا في فعلا امهات كتير ما بتهتمش بالحكايه دي خالص. هو حضرتك مش عارفين؟ هم مش عارفين لان دايما بيدخل الحضانه مشغول بالرئه ومشغول بالمعده. أيوة. ومشغول بالقلب، بيخرج الحمد لله ان هو عايش وسليم خلاص، حد بيفكر في عينه خالص غير لما بيجي بقى في الشهر الرابع او الخامس يلاقيه مش منتبه، بيلعبه ما بيتفاعلش معاه، بيبدا يحس ان عينه فيها مشكله. ايوه. كل مشاكل الحضانات وحديث الولاده والمتسرين بتبان واحنا في الحضانه وفي اول 3 شهور، وبتتلحق وبتتعالج وبتعدي كانها ما حصلتش. المشكله ان هم بيجوا متاخرين. دي معلومة فعلا جديدة جدا مهم. والأمهات لازم كلهم يرعوها على فكرة. يعني مهمة قوي. وبعدين كمان الطفل ما بيشتكيش بقى، ما هو مش هيتكلم طبعا. ده أصلا ما بيتكلمش أصلا، أو مش شايف كويس، أو مش هيعرف يعبر. هو أصلا ما بيتكلمش لسه ولا طبعا. حاجة. هو أصلا طبعا. كلنا عارفين إن الطفل بيقعد 4 شهور مش شايف كويس، فأي طفل مش شايف بالنسبة لنا ده طبيعي. حتى نبدأ نلاحظ بقى على عينه حجم السمار مختلف مثلا. نبدأ نلاقي عينه ورمة وبتدمع كتير بدون مناسبة، بيلعبوه ما بينتبهش، بيبداوا بقى في نقطه بيضاء في عينه بدات تظهر، يبدا بقى يتحركوا. احنا كده في مرحله متقدمه شويه. نبي يا جماعه نخلي بالنا، لان الاطفال دول لما بيكبروا بتبقى في مشاكل اكبر. من كده يعني بيعانوا من مشاكل اكبر. طب هل المشاكل عند الستات اكتر ولا عند الرجاله يا دكتور؟ مشاكل العيون غالبا غالبا عند الرجاله اكتر. ليه بقى؟ غالبا عند الرجال أكتر. يعني لان مشاكل العيون بتيجي من التعرض لحاجات معينه زي اشعه الشمس المضره، زي التعرض لشاشات الكمبيوتر كتير، واللي بيتعرض للحاجات دي رجاله اكتر. أيه. السواقه كتير في الشمس ومن غير نظارات واقيه للعين، واللي بيتعرض لكده اكتر الرجاله. غالبا يعني. طب الستات في فتره الحمل هل ده بيأثر برضو على لو عندهم حاجات تانية في العين فيها مأثرة اصلا والحمل يزودها، زي مثلا لو عندهم السكر مأثر على العين، لو عندهم قرنيه ضعيفه زي القرنيات المخروطيه وحصل حمل، لو عندها مشاكل مناعه وحصل حمل، الحاجات دي بتخلي مشاكل العيون تزيد اكتر. مع العلم طبعا ان الهرمونات بتاعه الحمل بتغير مقاس النظر، يعني لو حد نظره واحده نظرها ضعيف مقاس النظاره بتاعها بيتغير في اثناء الحمل ويرجع تاني يتظبط بعد الولاده. ودي عادي بتتصلح بحاجات دوائيه؟ مش حاجات عاديه. كلها حاجات عاديه بس الفحص فيها مهم. طب ايه الجلوكوما؟ مرض انتشر او احنا بقينا نسمع عنه كتير الايام دي. هو ايه بقى الجلوكوما دي؟ اصلها مشكله الجلوكوما ان لما تدي اعراض كمان بتدي اعراض ملهاش قيمه. يعني واحد مصدع، مزغلل، دماغه بتوجعه، عينه بتحرقه، اعراض عاديه ما تخليش واحد يروح لدكتور. فعشان كده لازم لو فحص دوري هتبان اعراض الجلوكوما بدري. الجلوكوما بس هي الميه الزرقاء عشان الناس تبقى عارفه المعنى بتاعها. والميه الزرقاء دي مشكلتها انها بنسميها حرامي النظر، يعني كل ما نتاخر فيها كل ما بتاكل حته بتسرق النظر.
ومشكلتها كمان انها ما بتاثرش على قوه الابصار في الاول، هي بتاثر على مجال الابصار. يعني مجال الرؤيه بتاعه بيضيق شويه من الجناب وبيضيق شويه من الجزء اللي تحت. فهو بالنسبه له الحاجات دي ما بتبقاش برده مؤثره قوي، غير لما بيضيق قوي المجال لدرجه ان يبقى في حاجز على الجنبين كده مش شايف منهم، يبدا يحس بقى ان مرايه العربيه مش شايف منها، يحس ان هو لما بيدخل من شمس لظل مش قادر يركز، بيقف. طب ما دي حاجات خطيره برده يا دكتور، حاجات خطيره بس جداً. متاخره يعني، ده كله متاخر بيان عليه متاخر. هو ما بيشتكيش غير لما بيكون مجال الرؤيه اتاثر. عايز اقول لحضرتك ان انا اللي بحكي حضرتك عليه ده بياخد 10 سنين ل 15 سنه. ايوه بس لو هو كشف ده من بدري هيبان من اول، خلاص بقى هيبان على طول، وخصوصا لو هو عنده تاريخ مرضي في العيله للميه الزرقاء لانها وراثيه، وخصوصا لو هو عنده حاجات تزود خطوره حدوث الميه الزرقاء زي العشاء الليلي، زي الناس اللي عندها سكر. والنبي يا دكتور عايز افهم ايه العشاء الليلي؟ العشاء الليلي، العشاء الليلي ده كلمه ظهرت لان الناس عندها مشكله في الرؤيه بالليل، يعني بيجي بالليل ما بيشوفش كويس زي بالنهار، فسموه ان هو عشاء ليلي. لكن هو نظره سليم ما فيش مشكله. ده في الاول. بس اول اعراض المشكله بتبقى عشاء ليلي، يعني عشاء ليلي ده عرض من الاعراض زي الصداع كده. مش مرض، يعني هو المرض نفسه. تمام. المرض نفسه اعراضه كتير، اول حاجه بتظهر فيه هو العشاء الليلي، انه يبدا يجي بالليل مش شايف كويس، او لما بيدخل من شمس لظل او ماشي بالعربيه بتاعته ودخل نفق الصوره بتختفي معاه تماما، يحس ان الدنيا اسودت لمده ثواني اطول مننا العاديين شويه، بتاخد معاه ثواني اكتر 10 15 20 ثانيه، ده ممكن يقف لانه مش شايف، بعدين نظره يرجع. النقطه دي مهمه قوي لان دي بتبقى بدايه المشكله. مشكله بعد كده بقى زي التهاب الصبغي في الشبكيه او ضمور في عصب العين او مشكله في مركز الابصار، دي مشاكل بتحصل بعد كده لو اهملنا في العرض الاولاني. طيب لكن اللي هي حضرتك قلنا الجلوكوما دي اللي هي الميه الزرقاء. نرجع بقى للجلوكوما الميه الزرقاء دي مهمه قوي، ان احنا لو عنده تاريخ مرضي في الحيله لازم يكشف بصفه دوريه من اول ما يوصل سن ال 17 يبدا يدور عليها. ايوه. لو عنده مشاكل تزود خطوره انه يحصل له ميه زرقاء، زي اللي عنده سكر، زي اللي عندهم ضغط الدم عالي، زي اللي عندهم مشاكل في الاعصاب، زي اللي عندهم العشاء الليلي او التهاب الصبغي في الشبكيه، دول لازم يكشفوا كشف دوري على قاع العين وزاويه العين، ونعمل حاجه اسمها مجال ابصار وحاجه اسمها اشعه مقطعيه على العصب. الاربع حاجات دول بيشخصوا ده عنده ميه زرقاء ولا ده اشتباه في ميه زرقاء وما عندوش حاجه ويروح. هي مشكله الكشف الدوري دي يا دكتور مشكله بتقابل الناس كتير جدا، يعني ما بيهتموش بيها خالص. يعني اقول لك ايه، اما احس بوجع اروح للدكتور اكشف لما لكن ما عندناش ثقافه ان احنا مثلا زي كل يا سيدي كل سنه، بلاش كل 6 اشهر اكشف، لان العين دي شيء مهم. يعني مظبوط، احنا بنتكلم عن الناس اللي عندها كمان خطوره ان يحصل لها مشاكل، اللي ما عندوش خطوره ان يحصل له مشكله يكشف كل 3 سنين، احنا ما قلناش كل سنه، يعني يكشف كل 3 سنين وهو في سن العشرينات والثلاثينات، يكشف كل 3 سنين. أيوه. اصغر من كده يكشف كل سنه لو عنده مشكله. أيوه. لو في حاجه بقى لقيناها في الكشف هنقول له تعالى تاني كمان 6 شهور، او ما تجيش تاني خلاص امورك كويسه تعالى كل 3 سنين. أيوه. لازم الدكتور يحدد له، احنا دايما واخدين تخصص العيون ان هو حاجه بسيطه، يعني انا محتاج نضاره ولا مش محتاج. لا الحكايه مش كده، العيون بس بالنسبه لنا كده يعني الناس فاكره كده. انا شايف كويس هروح اكشف ليه؟ لا هو مش بس كده، ده احنا كمان العيون بتبين امراض تانية في الجسم، يعني لو عنده مشاكل في القلب، عنده مشاكل في الضغط وهو مش عارف، عنده مشاكل في السكر ومش عارف، عنده حاجه في المناعه ومش عارف، ده بيبان في قاع العين. يعني هو لو كشف على قاع العين ممكن يكتشف حاجات في العيون، حاجات امراض تانية او حاجات تانية خالص غير العيون. طب امتى بقى اقول انا لازم اروح لدكتور دلوقتي حالا دكتور في حاجه في مش مظبوطه؟ الحاجات الخطيره اللي تخلينا يعني اللي احنا بنسميها طوارئ في طب العيون دي حاجه. أيوه. طارئه لازم يروح ان شاء الله الفجر يكشف. ايوه. لو حس فجاه ان نظره قل بنسبه كبيره، صداع شديد مع احمرار جامد في العين، ده مهم جدا يروح فورا. لو حس ان في عين ما بقاش بيشوف بيها زي الثانيه فجاه برضه. الفلاشات النور مع ستاره سودا، يعني لو شاف فلاش نور كان حد بيعكسه بنور وشايف ستاره سودا في ناحيه، يعني يغمض عينه اليمين يلاقي في عينه الشمال في جزء مسود من المجال. وده حصل فجاه، ده لازم يروح فورا يكشف، لان الثلاث حاجات دول بيعنوا ان هي ميه زرقاء حاده، او بيعني ان هو عنده انسداد في شرايين العين حاد برضه، او بيعني ان هو عنده انفصال شبكي حاد. الثلاث حاجات دول الحاجات الحاده اللي في العيون. بقيت الحاجات التانية ممكن يكشف بكرة، ممكن يكشف بعده، انما الحاجات دي لو حصلت لازم يروح ان شاء الله الفجر. دي مالهاش دعوة بالسن، يعني ممكن تيجي لشباب، ممكن تيجي لاطفال. خالص. مالهاش دعوة بالسن خالص، وبتحصل ساعات غالبا في الطب مش معروف لها سبب. يعني جت منين اللي هو يقول لك ده نام زعلان قام عنده كده، هم ده. هو ده اللي نام زعلان صحي من النوم كده، او نام حد منكد عليه صحي كده. هحط قطره وخلاص المسألة. لا ما ده مش هحط قطره، ده مش شايف بقى. ده واحد لما صحي من النوم عينه وجعاه غمض اليمين لقى الشمال ما بتشوفش النور او بتشوف خيال اسود، لا ده مش هينام تاني، ده هيروح اكيد يكشف.
فالثلاث حاجات دول مهمين. ليه مهمين بقى؟ لان هو لو اتلحق في المرحله دي ممكن يعدي منها كانها ما حصلتش. طب بالنسبه للاطفال يا دكتور دلوقتي احنا داخلين على المدارس بقى وكل سنه وحضرتك طيب، اللي بيلبسوا نظارات تنصح ان هم في بعض الاحوال يشيلوا النظاره يعني ويتعاملوا عادي، ولا دايما يبقوا لابسين النظاره؟ هو احنا عايزين نفرق الاطفال دول لكذا مجموعه كده مهمه قوي. في اطفال بيروحوا يشتكوا للدكتور بان عينيهم بتحمر او بتدمع او بتوجعهم فيقوم يصف لهم نظاره على طول. لا، هو مفيش حاجه اسمها ان الطفل عينه ملتهبه او عينه فيها احمرار او حساسيه او صفر النظاره فورا. لازم ياخد علاج الاول لفتره كويسه جدا، وبعدين يرجع بعد العلاج بشهر او بشهرين يحط قطر التوسيع ونشوف قاع العين ومقاس النظر بتاعه. يعني ممكن دي ما يكونش ضعف نظر عادي خالص، ممكن يكون اصلا الالتهاب عامل له مقاسات مؤقته. المقاس مؤقت ده ما يتبس عليه النظاره. ايوه، فدي اول حاجه. مش كل واحد عينه وجعاه او بيشتكي بعينه وخصوصا الاطفال يبقى عنده النظر ضعيف وعايز نظاره. تمام. الحاجه الثانيه، الاطفال اللي نظرهم ضعيف وعندهم حول، لو الحول نتيجه النظر الضعيف يبقى لازم يلبس النظاره في كل الاوقات من اول ما يصحى لحد ما ينام، لان دي بتساعده ان عينه تبقى مرتاحه وان الحول ما يزيدش وان ما يحصلش كسل في العين. يعني الحول ما يزيدش ولا يروح خالص او يروح خالص ازاي؟ لا، هو الحول مش بيروح بالنظاره. مش بيروح بالنظاره، بس لو النظر ضعيف ومسبب حول، فلو انا ما عالجتش النظر الضعيف فالحول هيزيد لان انا ما عالجتش النظر الضعيف. لكن ملهاش جراحه يا دكتور؟ لو النظر الحول ضعيف وعامل حول، يبقى انا بنشوف مشكله النظر الاول، بنلبسه النظاره ونشوف وضعه عامل ازاي. تمام. اتحسن بالنظاره هنتابعه. مفيش تحسن على النظاره وبدا يحصل كسل في عين من العينين او بدا يحصل حول جوه النظاره، ده لازم نتدخل ونصلح المشكله بقى بشكل اهم شويه. يعني لازم بقى ناخد خطوه ناحيه النظر وناخد خطوه ناحيه الحول والعضلات ونشوف بقى ننتقل للمرحله اللي بعدها، مش هنفضل بالنظاره اللي بيبقى عنده 20 سنه والكلام ده. طبعا. الحاجه الثالثه، اللي عنده حول وعنده نظر ضعيف، يعني عنده مشكلتين، عنده حول وعنده نظر ضعيف. طب يا دكتور، هو النظر بينقص كل سنه بالنسبه للاطفال؟ يعني بالسن يعني؟ هقول لحضرتك السؤال ده محير تقريبا العالم كله. ايوه. هو انا كل ما اكبر نظري هيضعف، ولا انا كل ما اكبر نظري هيتحسن؟ لان المعلومتين دول بيتقالوا للناس، هم لو ركزوا هيلاقوا معلومتين عكس بعض. يعني يا دكتور اصلح نظر ابني دلوقتي ولا لما يكبر؟ لا، استنى لما يوصل لل 18 عشان نظره هيثبت. تعمل له الليزك عند ال 18. لان هو ماينس النهارده 2، فممكن لما يوصل لل 18 يبقى ماينس 6، فاستنى لما يوصل لاخره عشان نعرف اخره كام ونصلحه. تمام. طب هو النهارده بلس طول نظر وصغير، لا استنى عشان كل ما يكبر عينه هتكبر فنظره هيتصلح، فيبقى مش محتاج نظاره لوحده. طب هو بيتصلح ولا هو بيضعف؟ لا، هو في حاجه اسمها طول نظر، في حاجه اسمها قصر نظر، وفي حاجه اسمها استجماتيزم. تمام. فطول النظر والاستجماتيزم دول ما بيتغيروش مع الوقت. دول ثابتين كرقم، ارقامهم ثابته مع الوقت. اللي بيتغير قصر النظر المتطور، اللي هو كل ما بكبر كل ما نظري بيقصر. ده نوع واحد من مشاكل اللي هو قصر النظر. قصر النظر ده مرتبط بهرمون النمو، فكل ما هرمون النمو بيتفرز في جسمي لان انا لسه في مرحله نشاط نمو، كل ما النظر بيضعف. لان ده مرتبط بده. انما اللي عنده طول نظر دي مشكله ملهاش علاقه خالص بهرمون النمو، فده يفضل نظر وعنده طول نظر النهارده زي طول نظر بعد 10 سنين، بس المشكله ان ممكن يحصل له كسل لو اتساب، فده اللي بنتدخل بدري ونلحقه بدري عشان ما يحصلوش كسل، لان الكسل ملوش علاج. معلش برضو، في ناس يعني ما عندهمش فكره قوي عن طول النظر، يعني هو طول النظر ده يشوف من بعيد؟ يشوف اللي بعيد؟ اللي عنده طول نظر يشوف من بعيد ويشوف من قريب بمجهود كتير. من بعيد زي قريب؟ بيشوف من بعيد بمجهود ومن قريب بمجهود ثلاث اضعاف. بيبذل مجهود قوي في القريب، عشان دول ساعات كده الاطفال اللي بيبقى عندهم طول نظر يجي يقرا تلاقي عينه حولت وهو بيقرا، لان عينه اتشدت قوي من كتر المجهود اللي بيعمله فبيحصل له حول وهو بيقرا. طب وقصر النظر؟ قصر النظر ده اللي هو بيشوف من قصير، بس مسافه قصيره كده. ما يشوفش بقى من بعيد غير بصعوبه لما يضايق عينه قوي. او يقرب من التلفزيون او يركز في الحاجه بتركيز شديد، فدول بيبقى عندهم النظر قصير، مدى النظر قصير. انما اللي عنده طول بيبقى شايف كله بس بمجهود شديد. اصل في ناس كتير قوي بتتلخبط، يعني تقول لك يعني ايه طول نظر ويعني ايه قصر، يعني ومين فيهم احسن ومين فيهم بالظبط؟ بالظبط، هما الاثنين ضعف ابصار، مفيش حد فيهم احلى من الثاني ولا حاجه. لازم نتابع كويس قوي، لان قصر النظر برضو لو في عين يعني عين مثلا ماينس 10 او عين ماينس 1 ده موضوع قصر نظر اهو، بس عندنا عين دلوقتي اضعف من عين فيحصل مشكله في العين الضعيفه قوي دي. مفيش حاجه اسمها ده حلو نسيبنا منه عادي، وده صعب لازم يلبس النظاره، وده مهم لازم نتابع. هو كلها مواضيع لازم نشوف هي هتمشي بالنظاره ولا هتمشي من غير النظاره ولا هتمشي بعمليه، فلازم ناخد قرار مناسب في الوقت المناسب. طيب بالنسبه بقى لاطفالنا دلوقتي هم داخلين بقى المدارس،
نحافظ على نظرهم ازاي بقى دكتور؟ لانه الاطفال مهملين اصلا بطبعهم يعني غصب عنهم طبعا، يعني ممكن تبقى ايده فيها تراب فيضعك في عينه، مش عارفه الشمس البتاع، مش هيلبسوا نظارات شمس، يعني نحافظ على الاطفال ازاي؟ هو اهم حاجه الاول ما نستهونش باي شكوى، يعني اي شكوى الطفل بيشتكيها بعينيه ما نستهونش بيها، يعني لو قال انا عيني بتوجعني، انا عندي صداع، انا مش شايف كويس، انا مش عارف اقرا الكلام، انا ما بلحقش انقل من على السبوره، ما يبقاش كل حاجه اسمها دلع. يعني لو قال انا ما لحقتش انقل من على السبوره ممكن يكون مش عارف فعلا يلحق ينقل، لو عنده طول نظر يبقى مش عارف يلحق يقرا ويكتب ويرجع يقرا ويكتب، فالكلام بيتمسح بسرعه قبل ما هو يخلص الحكايه دي. ايوه. فاي شكوى حتى لو المس بتاعته في المدرسه اشتكت ان هو ما بيتجاوبش معاها كويس، هو قاعد ورا ما بيردش عليها بسرعه، بتساله ما بينتبهش، ممكن يكون مش شايف اللي هي كاتباه على السبوره او مش شايف اللي هي رسماه، فمش متجاوب، فاي شكوى ما نهملش فيها. يعني يستحسن نعمل الكشف الدوري ده قبل دخول الولاد المدارس. مش عايزين بس الناس تقلق فكله يروح يكشف النهارده، يعني لا، هو اللي عنده شكوى مهمه ما نهملش فيها. تمام كده؟ اللي عنده تاريخ مرضي في العيله، يعني اخوه مثلا كان عنده حول واكبر منه، اخوه كان عنده مشكله في عينه، نطمن، فلازم برضه يبقى عارفين الحاجات دي وراثيه. لازم نكشف عليها. الحاجات الاهم طبعا هي بقى الشمس والتراب، الحاجات العاديه بقى بتاعتنا بتاعت زمان، هو نغسل ايدينا كويس وما نتعكش عينينا وايدينا مش نظيفه ولازم نغسل وشنا الصبح كويس قوي ونغسل رموشنا كويس، لان الناس بتخاف تغسل رموشها، الصابون يخش في عينيها، اي التهاب نعالجه عند دكتور، ما نجيبش قطره من البيت او قطره من الصيدليه ونحطها وخلاص. لازم نهتم بالحاجات دي. انا بشكرك جدا دكتور لاشين والله على نصايحك الغاليه دي، وانت عامل معانا مجهود زياده، بس لان انت عارف احنا بنتشرف بيك في البرنامج، واكيد هنلتقي عده مرات تانية لان انا عندي اسئله كتير قوي لسه ما خلصتهاش. ان شاء الله. بشكرك يا دكتور جدا، بشرف بيكي كل مره. ميرسي يا دكتور. شكرا. والى لقاء بكره ان شاء الله مع حلقه جديده من هاله مصريه على قناه المحور، اول قناه فضائيه مصريه. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.